خليل الله يصلي لله ويسأله النصر والكرامة في الدنيا والآخرة. مولاي خليل الله، جاءك أصحاب وهدايا من قبل إسماعيل وأم إسماعيل. ويأذن خليل الله للقادمين. السلام عليك يا خليل الله ورحمة الله وبركاته. ويرد إبراهيم السلام. أين أبو يعقوب؟ من أبو يعقوب؟ ألم يبشركم الله بيعقوب من وراء إسحاق؟ ألا يحق لنا منذ الآن أن نكني إسحاق فنناديه أبا يعقوب؟ لقد فاضت نعمة الله على إبراهيم وأهل بيته، فراح يرفع كفيه ضارعا لله ويقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. يا خليل الله، قد أرسل إليك إسماعيل بهدية تسرك إن شاء الله، وأرسلت أم إسماعيل بهدية لمولاتنا سارة تسرها كذلك بإذن الله. جزى الله هاجر خيرا، أوصتني أن أعلن على لسانها لكل من يسمعني ها هنا أنها تقول: إن سارة لم تزل مولاتي وربة نعمتي، لها علي ولاء العتق وولاء الإسلام. أما هذا فهدية إسماعيل لأبيه. مولاي خليل الله، أمره يخرج هذا الوحش الكبير، إنه يفزع الطفل إسحاق. هذا ليس وحشا، أو بالأحرى كان وحشا فاستأنسه إسماعيل. لقد أسماه إسماعيل فرسا من الافتراس والمراس والقوة، فإذا رضي عن خلقه أسماه جوادا من الجود والبر والعطاء، فإذا اختال أمامه أسماه خيلا. ويسأل إبراهيم عن المزيد من أخبار إسماعيل وأمه. أما إسماعيل فناهز 14 من عمره، ولكنه يبز شباب 20 قوة ونماء وفتوة، شغف بالخروج إلى الصيد فأوغل في الصحارى حتى عثر على الخيل الوحشية، وصار يصطحب معه الفتيان من بني جرهم حتى تم له ترويض عدد منها، وكانت هذه الخيل خيرا وبركة على إسماعيل، ينشر بها الإسلام ويجمع بها أمر القبائل. يا خليل الله، هذا أبي مالك ملك جرار حضر بنفسه يحالفك ويخطب ودك، وقد حضر معه وبين يديه قائد جيشه في كول. يقول إبراهيم الكريم: الحمد لله تعالى الذي ساق إلينا هذه الطرف التي يفرح بها أهل الدنيا لكي نهديها إلى ذلك الملك. كلها يا خليل الله؟ ويحك، أتراجعه وعين الله معه ووحيه لا ينقطع عنه؟ يا فكول، ما رأيت شيئا أجمل منهما يا مولاي. إنهما لزينة ويركبان أيضا أيها الملك. يركبان؟ لقد تدرب هذا الفتى على ركوبهما وسياستهما.
اركب أيها السائس. الضيفان، لا أستغني عن هذا السائس حتى يعلمني ركوبهما ويعلم عبيدي سياستهما. وأجاب إبراهيم الملك إلى ما أراد، وأمر مهلائيل أن يلتحق بخدمة الملك. في هاتين الدبتين ما يغني عن سواهما من جميع الهدايا، إنهما عندي أعز من الذهب والجوهر. حقا إن إبراهيم لكريم، وليست هداياه بالغة الروعة فحسب، ولكن حسن لقائه لنا وترحابه بنا لشيء جدير بأن يحفر على أعمدة القصور وجدرانها. إن الله معك يا إبراهيم، وهو يبارك كل ما تفعل. ولقد جئتك لتحلف لي بالله ربك ألا تغدر بي ولا بذريتي من بعدي. قال إبراهيم: أحلف بالله ربي على ذلك، فليس الغدر من ديننا. ولقد رحبت بي في بلادك ووسعتني في أرضك، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما أمر هذه النعاج السبع؟ قال: هي آخر شيء في هديتنا للملك. إنها أقل من أن تضاف إلى هداياك. قال: لهذا فهي تذكرك بالبئر التي وقفت عندها، وإني أعطيكها لتكون شاهدا لي أني حفرت هذه البئر. البئر لك، ومن أجل هذه النعاج السبع ستسمى بئر سبع. ها هو ذا خليل الله خرج على راحلته من جرار وحيدا، لا يؤنسه ولا يعينه إلا الله. بلغ المئة من عمره المبارك، ولم تقعده السنون، بل راح يضرب بمفرده أغوار الصحراء نحو الجنوب ليزور هاجر وإسماعيل. وانتبه إبراهيم فإذا هو على جبل قبيس، وتحته الوادي الذي ترك فيه هاجر وإسماعيل منذ 14 عاما. تركهما هاهنا ولا أثر للحياة حولهما، وها هو ذا يعود بعد 14 عاما.
هو ذا يعود فيرى الحياة في الوادي تدب في كل مكان. وهبط إبراهيم إلى الوادي ونزل عن راحلته وهتف باسم إسماعيل. مرحبا بك أيها القادم، أقبل على الرحب. قال: من أنتم؟ نحن حي من جرهم، أذنت لنا أم إسماعيل فأقمنا حول بئرها زمزم. قال إبراهيم: فأيكم مضاد بن عمرو؟ فقد علمت أنه سيد جرهم. نعم هو سيدنا، ولكنه أقام في حيه ولم يترك مضاربه. أما الذين ترى هنا فهم أبناؤه وبناته وإخوانه وأخواته، أما أنا وأهل بيتي فبمنزلة أعمامه وعماته. قال إبراهيم عليه السلام: أنا أبو إسماعيل، فدلوني على مكانه. مرحبا بك أيها الشيخ الكريم، هذه خيمة أم إسماعيل، وما أرى على بابها إلا جارية من جواريها. أقبلي يا فتاة، أين مولاتك؟ وهذه خيمة إسماعيل، وما أرى على بابها إلا عبدا من عبيده. أقبل يا غلام، أين مولاك؟ هذا أبو إسماعيل. غشيتنا الرحمة يا خليل الله، ليست مولاتي هاجر بخيمتها. أظلتنا بركات الله يا أبا سيد الفتيان، ليس مولاي إسماعيل بخيمته. ما عهدنا إسماعيل وأمه يبرحان مضربيهما ليلا. نزل بهما الليلة نازل أهمهما، ذلك أن عمرو بن مضاد طرقهما بليل فأخبرهما أن أحد أصحاب خليل الله قد حضرته الوفاة. قال إبراهيم: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأيهم الذي حضره الموت؟ هو الأوري نسبة إلى أور، وقد علمنا أن أور بلدتك التي ولدت بها وخرجت منها يا خليل الله. قال: نعم، طوبى للسابقين. ألا نزلت أيها الشيخ الجليل فاسترحت، وغسلنا لك رأسك ورجليك من وعثاء السفر، وأصبت كسرة من خبزنا تقيم بها أودك. يقول إبراهيم: ينبغي أن أعجل إلى صاحبي لعلي أدركه قبل أن يموت. هيا يا غلام، دل مولاك على منازل قومنا. أحفظ أصحاب إبراهيم لصحف الله فراحت تتلوها، فتنزل على الأوري بالسكينة والرحمة.
إسماعيل، لكم دعوت الله أن أموت بين يدي خليلي، يصلي علي وها أنا ذا أموت بين يديك وأنت بضعة من أبيك، فاستغفر لي. ويحلو الفتى إسماعيل ببراءة صباه وطهارة قلبه، فيدعو لصاحب أبيه بالمغفرة والدرجات العلى من الجنة. شلمويل، أتذكر أول ما تلاقينا؟ كان ذلك في سوق دمشق. بسم الله رب إبراهيم. أرأيتم؟ لقد استفاد ذلك العابر من القصة التي سمعها مني. انظروا كيف استعان باسم رب أبراهام فقاتل هذا العملاق برمية واحدة، وما رب أبراهام الذي نجاه من النار إلا مردوخ العظيم. خسئت وكذبت، ما رب إبراهيم إلا الله، الله الذي خلقنا وخلق السماوات والأرض، ما من إله لا إله إلا هو. أرسل إبراهيم بالحق وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أما مردوخ ومن تذكرون من آلهة تعبدونها من دون الله فهم رجس وزور، لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا، إن هم إلا أسماء افتريتموها أنتم وآباؤكم، وهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي هدانا للإسلام وجعلنا بنعمته إخوانا. أجل، الحمد لله. عندما رأيت خليل الله إبراهيم في أورا لأول مرة كان أبغض الناس إلى قلبي. ولو مت يومئذ لكنت من الخاسرين. قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الله هو الحق المبين. يا إبراهيم، سحرت القوم وشددت أسماعهم، ولكنني سأبطل سحرك. من أنت حتى تعلمنا؟ قال إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما شأنك والناس؟
ما يعنيك من عبادتنا؟ قال إني رسول الله إليكم. إنا كفرنا بما أرسلت به، وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. هون عليك يا صاحب الخليل، استبشر ولا تخف، وأحسن الظن بالله، إن الله غفور رحيم. ما إن دخل الإسلام قلبي حتى صار خليل الله، حتى إلي من نفسي. مولاي إسماعيل، مولاتي هاجر، هذا خليل الله حضر من الشام. مرحبا برسول الله إبراهيم، لقد بوركت جرهم بنزولك في ديارها يا أبا الضيفان. يا أخي، هذا خليل الله بيننا. ماذا قلت يا أخي؟ أمعنا خليل الله أم غلبتني سكرة الموت؟ وود إسماعيل لو ألقى بنفسه في أحضان أبيه، فهذه أول مرة يراه فيها منذ مولده. لقد عرفه بمجرد أن رآه، إن أمه هاجر لم تترك وصفا من أوصاف خليل الله إلا رسخته في قلبه وخياله. قالت هاجر: لا يا إسماعيل، تماسك يا سيد الفتيان، إن الموقف لا يسمح الآن بإظهار فرحك بأبيك. إن الأوري يموت ولم يبق من حياته إلا أنفاس معدودة، فاصطبر وتحمل. ورغم هذا ظل إسماعيل يسترق النظر إلى أبيه خليل الله، كأنما يعانقه بقلبه وعينيه. أبشر يا أخي، ألا ترى كرامة ربك بك؟ كنت تتمنى أن تموت على صدر خليل الله ويصلي عليه، وها هو ذا ما تمنيت. الحمد لله، استجاب الله رجائي. وتلقى إبراهيم صاحبه على صدره في رفق وحنو بالغين، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وظل يدعو له ويبشره برحمة من الله ومغفرة،
حتى فاضت نفسه إلى بارئها مطمئنة راضية مرضية. أصبح إبراهيم صامتا حزينا، فصلى على صاحبه وأسرع بدفنه، ثم وقف بالساحة أمام الربوة الحمراء وراح يصلي ويتلو ما أوحي إليه من آيات الله والكتاب والحكمة. وسعد إسماعيل بصلاته خلف أبيه وراح ينصت بكل جوارحه لكلام الله. وكان إبراهيم عليه السلام لا يتلو كلام الله إلا وجرت دموعه وذاب فؤاده خوفا من الله ورجاء في قريب عفوه ورحمته. وبعد أن ختم إبراهيم صلاته عزاه أصحابه فدعا لهم بخير، وأحب أن يخلو بينه وبين ربه فانصرف. وتأهب إسماعيل لينصرف مع الناس طاعة لأبيه، وهو أرغب ما يكون في أن يلازمه كظله لا يفارقه لحظة واحدة، ولكن أباه استوقفه دون أمه، فلما خلا به قال: يا بني، إني نظرت في شعب قريب فوجدت من أثر السيل عشبا جافا وشوكا وشجرا مما ينبت في الصحراء، فاذهب إلى بيتك وأت بالمدية والحب وعد إلي لننطلق إلى ذلك الشعب فنجلب لأهلك حطب. وسر إسماعيل باستيقاف أبيه له، وكاد يطير فرحا وهو يعدو مسرعا ليلبي ما طلبه منه. وانفرد إبراهيم بنفسه يفكر في الرؤيا المروعة التي رآها من ليلته. أي بلاء مبين يبتليه به ربه، لقد رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق وصدق لأنها وحي من الله تعالى. رباه، أيذبح ابنه البكر الذي رزقه بعد أن جاوز عمره 80؟ أيذبحه عند أول زيارة حين يراه وقد شب وبلغ معه السعي؟ أي بلاء مبين. ولكن حاشا لإبراهيم أن يتراجع أو يتردد في طاعة ربه، إنما هو مجرد تأمل بشري في تلك الرؤيا العصيبة. وتذكر إبراهيم ما تحداه به أبوه آزر في صفراويم حين رأى رجلا يذبح ابنه البكر قربانا للأصنام. يا إبراهيم انظر. إلهي إنليل، يا ذي المجد والجبروت، ما أكثر ما ارتكبت من المعاصي التي تغضبك، وإني أريد أن أطفئ نار غضبك حتى لا تبتش بي. هأنذا أسوق ابني بكر أولادي لأذبحه قربانا إليك أيها الإله العظيم.
التراتيل أيها المنشدون، هيا تقدم أيها الكاهن بسكينك المشحوذ وانبح ابني بكري تحت قدم الإله ومولاي إليل ذي المجد والجبروت. إبراهيم، رأيت إيمان قومنا بآلهتهم؟ لقد بلغ الإيمان بهم أن يذبح الأب ابنه البكر تكفيرا عن معاصيه. قال إبراهيم تأسيا بوحي الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. فلو كانت سارة أنجبت لك ولدا أكنت تذبحه قربانا لإلهك، لربك الواحد الذي تدعو إليه؟ وردد إبراهيم اليوم وقد أمره الله بذبح إسماعيل نفس كلماته التي قالها لأبيه منذ 60 عاما: وإني إن شاء الله لصابر على بلائه شاكر لنعمائه حتى أتم كلماته التي كتبها الله علي في هذه الحياة الدنيا. وعاد إسماعيل إلى أبيه مسرعا وهو يحمل المدية والحبل، وانطلق معه إلى الشعب. إني أرى ابنك أتبعك خلفك على قيد خطوات، فأنت تريد ذبحه. قال إبراهيم: إليك عني أي عدو الله، أتوسوس لي في أمر الله وقد هدان وجعلني على بينة منه؟ اذهب عني، فوالله لأمضين لأمر ربي. ويأس عدو الله إبليس من إبراهيم فتراجع إلى إسماعيل فاعترضه: ما هذا الذي تحمله؟ قال الفتى: شفرة وحب. هل تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال: نحمل حطبا لأهلنا من هذا الشعر. إنه لا يريد إلا ذبحك. قال: لماذا؟ سيزعم لك أن ربه أمره بذلك. قال إسماعيل في إيمان وثقة بالله ورسوله: فليفعل ما أمره به ربه. ولو كان الذبح؟ قال: سمعا لأمر الله. وما أدراك أن الله أمره بذلك؟ إنما تلعب به الشيطان في منامه. فالتقط إسماعيل 7 حصوات ورجمه بها وهو يقول: أعوذ بالله منك، إنك أنت الشيطان. تراجع الشيطان حتى وقع في الوادي، فوجد هاجر عند عريشها. يا أم إسماعيل،
يا أم إسماعيل، هل تدرين أين ذهب إبراهيم بإسماعيل؟ قالت ذهب به يحطبنا من هذا الشعب، بل سيصنع به صنيعا يطير النوم من عينيك. قالت وما ذاك؟ ما ذهب به إلا ليذبحه. قالت كلا. أما تركك وإياه لتهلك في هذا المكان جوعا وعطشا وضياعا؟ قالت إنما كان ذلك بأمر من الله له. وسوف يذبح ابنك الآن ثم يزعم أن الله أمره بذلك. قالت ويلك من شيخ سوء، أتحرضني على الله ورسوله؟ يا أم إسماعيل أسرعي، يا أم إسماعيل أسرعي وأدركي فتاك. أما رأيته يحمل الشفرة والحبل حين خرج؟ أسرعي. قالت إن كان رب إبراهيم أمره بذلك فتسليما لأمر الله.